السلام عليكم ورحمة الله. مجلس السفراء العرب يعيد صياغة مشروع قرار إنهاء الاحتلال أخذا بالنظر الأفكار الفرنسية. البرلمان الأوروبي يصوت على قرار غير ملزم يؤكد الاعتراف بالدولة الفلسطينية وكذا بحل الدولتين. برلمان مقاطعة لوكسمبورغ يعترف بالدولة الفلسطينية وهو الاعتراف الثالث من نوعه. تداعيات هذه العناوين وتفاعلاتها السياسية عربيا ودوليا ناقشها مع ضيفي في حال السياسة السيد نمر حماد المستشار السياسي للسيد الرئيس محمود عباس. أهلا بك أخ أبو المجد. أولا، بأي معنى تمت إعادة صياغة الطلب الفلسطيني والأخذ بالنظر الأفكار الفرنسية التي كان الجانب الفلسطيني رفضها قبل أيام عندما تم طرحها بصيغتها آنذاك؟ وهل هذه يعني الأخذ بالنظر الأفكار الفرنسية يجعلنا نعتقد بأن ثمة تعديلات جوهرية أدخلت على المبادرة الفرنسية؟ لا، يعني أولا المشروع لا زال هو المشروع الفلسطيني العربي، أخذ بعين الاعتبار بعض الأفكار الفرنسية، تم استبعاد بعض النقاط الحساسة، وحتى أكون صريح ما كان حساس في الاقتراح الفرنسي هو ذكر الدولة اليهودية، وعندما حاولوا أن يفسروا ذلك بأنه مرتبط بالقرار 181 كان الجواب الفلسطيني على هذا الأمر واضح، أنه 181 بيعطي مساحة معينة من الأرض الفلسطينية تصل إلى 48% من مساحة فلسطين التاريخية، في حين نتحدث الآن عن دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية، أي مساحة من الأرض أقل بقليل مما أقر قرار التقسيم الذي تحدث عن دولة يهودية ودولة عربية. الأمر الآخر أنه موضوع الدولة اليهودية هو مجال خلاف كبير ليس فقط داخل إسرائيل وإنما بين يهود العالم، الذين يعتبرون أن الحديث الآن عن دولة يهودية مرتبط بما تطرح الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو بشأن موضوع القومية وأن هذا هو وطن الشعب اليهودي، وهناك أعداد كبيرة من يهود العالم لا تقبل هذا المنطق، سبق ورفضته منذ أن قامت إسرائيل عام 1948 عندما الرئيس ترومان معروف الحادثة الشهيرة أنه كان مكتوب الدولة اليهودية وشطب ذلك وحط دولة إسرائيل. إذن يعني الموضوع الآخر اللي كان وارد بالنسبة للمبادرة الفرنسية هو تفصيلات معينة حول موضوع اللاجئين، اللاجئين الفلسطينيين أيضا هنا يعني كان في طلب وأخذ بعين الاعتبار أنه لا داعي لمثل هذا التفصيل. قضية اللاجئين قضية سبق وأقرت عربية بمظلة السلام العربية، ثم صدر قرار من مجلس الأمن أخذ بعين الاعتبار هذه الصيغة التي تقول بالحرف الواحد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين بناء على القرار 194. النقاشات المستمرة، ولا أدري يعني خلال البرنامج الذي يذاع الآن إذا كانوا السفراء العرب في نيويورك قد توصلوا إلى ما يفترض أن يتم وهو الصياغة النهائية، ثم أن يتقدم بالطلب الأردن الشقيق المملكة الأردنية الهاشمية إلى مجلس الأمن. يفترض أنه يتم هذا اليوم، هذا ما كان متفق عليه رغم محاولات عديدة بمنتهى الصراحة جرت خلال آخر 48 ساعة، خليني أقول في محاولات بشكل خاص من الولايات المتحدة الأمريكية لتأجيل ذلك، إنما موقف الرئيس كان واضح تماما أنه نحن أعلننا أنه يوم الأربعاء سنتقدم بهذا الطلب. الاجتماع الذي بتقديري لا زال مستمرا حتى الآن للمندوبين العرب في نيويورك يفترض أن ينتهي بنرجو ذلك بتبني ما كان متفق عليه سابقا. طيب، إذا الأخذ بالاعتبار الأفكار الفرنسية لا يمس بجوهر الطلب الفلسطيني من حيث المبدأ، وهذه المسألة أقصد الأخذ بالاعتبار الأفكار الفرنسية وتضمينها عندما تمت إعادة
صياغة مشروع القرار الفلسطيني يشير إلى مرونة أوروبية أبداها ممثلو هذه الدول في النقاشات المتواصلة حتى هذه اللحظة من التوجه الفلسطيني نحو مجلس الأمن بطلب إنهاء الاحتلال. شوف أنت يعني عندما تكون واضح ومقنع في موقفك أنا بعتقد أي طرف يعني بما في ذلك الطرف الأمريكي الغريب أنه حتى مع الأمريكان عندما يتم الحديث وجها لوجه تجد أنه موقفك هو الموقف القوي وهو الموقف الصحيح وكل التبرير اللي أنا خليني أبدأ من الأمريكان قبل ما أصل الفرنسيين أو غير بقولوا لك أنت على حق إحنا مقدرين ظرفك إحنا عارفين يعني لا يوجد هذه الولايات المتحدة أنت على حق ولكن أنت على حق ولكن أعطينا فرصة نحن جادين إحنا بالنسبة للفرنسيين أنت عندما تطرح أمامهم أنه مثلا على سبيل المثال خلينا نأخذ إحدى النقاط التي كانت واردة أنه المفاوضات تستمر لمدة سنتين في مدى زمني أقصى سنتين وبعدين الدعوة إلى مؤتمر دولي. طيب هدف يعني بكل بساطة أن الاستيطان سيستمر. يعني هذا مش مربوط بأنه وإذا لم يتوقف الاستيطان خلال هذه المرحلة فإن مجلس الأمن بده يأخذ عقوبات بده يأخذ عرفت كيف؟ وقتها بتصير دعوة مثل كل الدعوات السابقة أنه نطالب الحكومة الإسرائيلية ما تقوم به عقبة في طريق السلام عرفت كيف؟ وبالتالي عندما يعني أظهرنا للجانب الفرنسي أنه طيب أنتوا على اطلاع على مفاوضات متواصلة طيلة المرحلة الماضية أنتم نفسكم كفرنسيين طلبتوا بعقد مؤتمر دولي مش من الآن طلبتوا بعقد من لما كان ساركوزي رئيس في فرنسا في وإسرائيل وقفت ضد وأفشلت. إذن يعني ما هي الفائدة من تكرار طرح أفكار الجانب الإسرائيلي غير مستعد لقبولها وبحس دائما أنه العالم يحكي اللي بده إياه وإحنا بنعمل اللي بدنا إياه. عندما تكون أنت واضح بهذا الشكل وتقول أنه مثل هذا القرار بالعكس هذا القرار الذي سيصدر من مجلس الأمن واللي بحدد يعني الجانب الفلسطيني أيضا مرن في خليني هقول في الأمور الإجرائية إنما الموقف الفلسطيني صلب في موضوع الحقوق. إيش هو الإجرائي وإيش هي الحقوق؟ الإجرائي إنه نقول المفاوضات يمكن أن تستمر لمدة سنة. إحنا كنا نتحدث إنه إذا في جانب إسرائيلي فعلا يريد السلام إحنا ممكن خلال أسبوع ننهي كل الأمور من حيث المبدأ صحيح. بمعنى الانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 67 بما فيها القدس الشرقية. العالم كله بيقول هذا الكلام بيجوا بعدين بيقولوا لك إنه لكن في حقائق ثبتت على الأرض. أيضا الجانب الفلسطيني أبدى مرونة غير عادية لما قال ممكن أن يكون هناك عملية تبادل لكن بالكم والكيف عرفت كيف؟ وأيضا هذا أمر ممكن أنه نثبت مبدأ الانسحاب ثم نتفاوض على الكم والكيف ووين. هذا إذا في جانب إسرائيلي مستعد. ومع هذا قلنا لتكن المفاوضات خلال مدة عام والانسحاب يتم عامين بعد ذلك أي أعطينا ثلاث سنوات. إذا كانت في رغبة إسرائيلية عملية الانسحاب ممكن أن تتم بأقل من سنتين صحيح. هذا إذا ما وجدت النوايا إذا قرار من مجلس الأمن يثبت هذا خلينا نشوف شو نتائجه على لأنه في يعني من بين الأطراف اللي بتتضرع بالانتخابات في إسرائيل وبتطالبنا نأجل نفس هذه الذريعة إلها وجهين. في وجه بيقول إنه طالما إنه ما في حكومة إسرائيلية وفي انتخابات مثل هذا القرار قد يقوي نتنياهو. في وجهة نظر أخرى تماما مناقضة بتقول مثل هذا القرار سيقوي المعسكر الأكثر اعتدالا في إسرائيل اللي راح يقول شوفوا سياسة نتنياهو وصلتنا لوين وصلتنا لعزلة لقرار من مجلس الأمن
هذا إن صوتت عليه الولايات المتحدة لنفترض. بالعكس ستكون لمثل هذا القرار من مجلس الأمن تأثيرات كبيرة باتجاه اعتدال في إسرائيل وليس العكس. طيب نعم، احنا سنأتي على هذه الجزئية وسنأخذ بالنظر المواقف الإسرائيلية المتلاحقة من توجهنا نحو مجلس الأمن، وأيضا يعني الوضع الذي تعيشه إسرائيل اليوم. الائتلاف تم حله، تم إقالة يعني وزيرين، والكنيسة صوتت بحل نفسها، توطئة الانتخابات تمت، يعني تم التوافق على إجرائها في 17 آذار وإلى آخره. على كل حال، حتى نوضح للمشاهدين، بعد تقديم الطلب الفلسطيني الناس تعتقد أنه سيتم التصويت اليوم. احنا فقط نود أن يعني نقول لمن يشاهدنا في هذه الساعة أنه ستتم التصويت ربما غدا أو بعد غد، لأن القرار سيخضع لنقاش إذا ما طلبت أحد الدول 15 العضو في مجلس الأمن أن تخضع الطلب الفلسطيني لنقاش، ومن بعدها سيصار إلى عملية التصويت. الخطوة الأولى تقديم الطلب. الخطوة الثانية لازم 9 دول من 15 تقبل الطلب. لا، أنا افترضت أننا حصلنا على الأصوات التسعة. حصلت على التسعة. بعد ما تحصل على التسعة بتم تحديد موعد تاريخ معين لمناقشة هذا الطلب في مجلس الأمن في حال طلبت إحدى الدول. لا، ما هو الأردن عمليا الأردن هي التي ستحمل هذا مشروع القرار صحيح إلى مجلس الأمن. في مجلس الأمن تبدأ مشاورات، هذه المشاورات مع الدول الأعضاء 15 الدائمين وغير الدائمين. لازم تحصل على 9 حتى هذا الطلب اللي أنت قدمته يصبح طلب رسميا مقبول. بعد ذلك تحدد جلسة أو جلسات لأعضاء مجلس الأمن لمناقشة الطلب، لمناقشة مشروع القرار الذي أصبح رسميا ومقبولا. في هذه الحالة يتم التصويت، هذه هي الخطوات. طيب، نعرف أن السيد الرئيس أبو مازن وكافة أركان القيادة، لكن أبو الرئيس أبو مازن ربما بشكل مباشر، خضع لضغوطات هائلة وغير مسبوقة. وهذه الضغوطات أنا في تقديري لا زالت حتى اللحظة، حتى قبل تقديم الطلب ربما بساعات قليلة أو بدقائق، لا زالت. ورغم ذلك هو لا أقول ضرب بعرض الحائط هذه الضغوطات، لكنه رفضها بشكل مطلق لإنعكاساتها السلبية علينا إحنا، لأنه إحنا اتخذنا هذا الموقف وسنتحمل نتائج هذا الموقف. لكن من جانب آخر نفهم أن سيترتب الكثير من التداعيات يعني على هذا التوجه، يعني انعكاسات هذا التصويت المنتظر على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى. شوف، يعني الضغوط موجودة، يعني لا أحد ينكر. صحيح. وحقيقة أن الأخ الرئيس أبو مازن يتلقى اتصالات غير عديدة من أطراف مختلفة. موقف الرئيس أبو مازن مش إنه يعني موقف إنه والله في رفض، في عناد، بالعكس موقف الرئيس أبو مازن خليني أقول هو السهل الممتنع. بكل بساطة، عندما يتم الاتصال به أجل، جواب الرئيس أبو مازن التالي: أجل من شان إيش؟ أعطينا فرصة. أعطونا إيش؟ بقول لك أعطونا، يعني هذا الكلام، أعطونا فرصة. للأمريكان شو بنقول لهم؟ هذا السيد جون كيري، لأنه عمليا الذي يقود الآن، خليني أقول أوركسترا المطالبة بالتأجيل، هو الولايات المتحدة. صحيح. الجواب دائما وبمنتهى الهدوء مع السيد جون كيري: طب أنت حاولت يا سيد جون كيري، وأنت طلبت، وتسعة أشهر من المفاوضات كانت برعايتك. طبعا اللي ما بقوله الرئيس أبو مازن لجون كيري، لكن أكيد جون كيري بيستوعبه، أنت بتعرف كيف انتهت هذه المفاوضات، وإيش التصريحات اللي طلعت من قبل الإسرائيليين. هل يوجد بديل؟ طب نفسه السيد جون كيري بقول أنه الوضع الفلسطيني الإسرائيلي
ما عادش يحتمل، ما عادش يحتمل بسبب إيش. لو سألت السيد جون كيري إيش العقبة الرئيسية، إيش الأساس، راح يقول لك استمرار الاستيطان والقيود على الفلسطينيين والاعتقالات المستمرة والإهانات. طب كيف يمكن أن يتوقف هذا؟ الرئيس أبو مازن لما بيحكي معهم في هذه اللغة الجواب معاه مباشرة بيكون إحراج الطرف الآخر. يعني زي ما بيقولوا في المثل اللي بيقول لك إذا أنت بتمشي صح حتى عدوك بيكون محتار، يا عمي مش عم بغلط. الرئيس أبو مازن ياما قرر وبأكد لك في لقاءات عديدة مع أمريكان وأوروبيين وغيرهم، بقول لهم ممكن تقولوا لي إحنا بإيش عم نغلط، بإيش غلطنا؟ الجواب باستمرار لأي إنسان موضوعي. وهذا يعني أحد أسباب هذا التأييد العالمي الدولي الواسع. يعني أنت لما اليوم بتطلع بتشوف إنه البرلمان الأوروبي، نعم صحيح، بتلاقي إنه الدول المتعاقدة في جنيف، بتلاقي برلمانات عدد كبير من دول العالم. شوف النرفزة اللي إسرائيل عم بترد فيها على العالم إنه أوروبا الآن منحازة للفلسطينيين، أوروبا كذا، لأنه العالم مل هذا الاحتلال البغيض، مل هذه العنجهية الإسرائيلية، عنجهية حتى في مواجهة الولايات المتحدة. يعني لما بيطلع وزير دفاع إسرائيلي، طب بدي أسألك يا أخي، هذا كله ألا يعني بديش أقول إن الولايات المتحدة تتخلى، لأنه أنا بفهم إنه العلاقة استراتيجية مع إسرائيل، لكن ويضع الولايات المتحدة في حرج مع نفسها ومع الولايات مع كل العالم، صحيح، ومع الأوروبيين، بديش أقول مع العرب ومع الفلسطينيين والآخرين، طب على الأقل يعني لماذا لا يكون هناك يعني موقف على الأقل في شيء من الاعتدال البسيط جدا بالنظر إلى أنه الولايات المتحدة هي الراعي الوحيد لعملية السلام، وهي صاحبة المشروع، وهي وإلى آخره. طب يا أخي، والآن عند يعني نتنياهو هاجم الولايات المتحدة، كذلك فعل وزير خارجيته، كذلك فعل جزء كبير من أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ورغم ذلك نرى ذات الموقف الأمريكي الذي لا يريد أن يراوح هذا المربع، الانحياز المطلق للموقف الإسرائيلي الذي أقر جون كيري بعد انقضاء الشهور التسعة، قال لك إسرائيل هي من أفشلت، من أفشلت هذه الجهود. شوف أيضا هنا يعني دائما الحقيقة المطلقة يعني في السماء باستمرار في حقيقة نسبية. هناك من يقول إنه بسبب التأثير الصهيوني اللي مش شرط يهودي، لأنه المسيحية اليهودية في الولايات المتحدة أكثر سوءا من وتطرفا في فهم لموضوع دعم إسرائيل وتجميع يهود العالم وغيره. التأثير الهائل لهذا اللوبي على الإعلام، على المال، حتى عندما مواقف الإدارة الأمريكية بتكون تكاد تتجه نحو نوع من التوازن، نجد أن الكونغرس الأمريكي باستمرار شبه إجماع داعم لإسرائيل. يعني إلى درجة كثيرين ممن يتابعوا الأوضاع في داخل الولايات المتحدة إنه إن حصل خلاف ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل، أي كان رئيس الوزراء، أغلبية أعضاء الكونغرس الأمريكي تقف مؤيدة لموقف رئيس وزراء إسرائيل. صح، أكيد، عرفت كيف؟ هل هذا سببه أن إسرائيل مصلحة أمريكية؟ وبالتالي هناك من يقول إنه كل شيء بتعمله إسرائيل راضي عنه أمريكا. هذه وجهة نظر، أنا شخصيا لا أميل لوجهة النظر هذه. أنا هناك من يعتقد أنه يعني إسرائيل أداة بيد أمريكا، أنا بعتقد أنه، وهذا رأي فيك يعني إذا بتحكي مع أوروبيين عديدين لا بيعطوك تفسير آخر، بقولوا لك لا، هناك لوبي لإسرائيل في الولايات المتحدة هو الذي يحرك سياسة الولايات المتحدة بالنسبة لموضوع الشرق الأوسط، لأنه هذا اللوبي آخر موضوع واحد ومركز عليه. يعني أنت لما تيجي بتقول أنه مؤتمر الإيباك
بيحشد 20,000 واحد. كل القيادات الأمريكية في الكونغرس تأتي لتخطب في هذا المؤتمر بوجود عدد كبير من المليونيرات. يهود الولايات المتحدة المؤيدين لإسرائيل هم أهم المتبرعين للحملات الانتخابية لأعضاء الكونغرس، وبالتالي لهم نفوذ كبير عليهم. كثير من أعضاء الكونغرس لا يعرفوا تفاصيل هذا الصراع وبيستسهلوا الأمر، أنه مؤيد لإسرائيل بتلاقيه مستعد أنه يوقع. لهذا السبب بنلاقي أنه حتى عندما تستطيع أن تصل إلى مواقف إيجابية مع وزارة الخارجية الأمريكية دائما تصل إلى سد معين. هذا السد له علاقة بموقف الكونغرس. ونتنياهو مرة يعني استعمل تعبير قال بهمناش إحنا الأمم المتحدة، we don't care about the United Nations، بالنسبة لنا المهمة هو موقف الكونغرس، وذكر الكونغرس. وقبل أيام قليلة وزير الدفاع الإسرائيلي قال إحنا بننتظر فقط إنه هذه الإدارة عن إدارة أوباما يعني بما معناه تنقلع. يعني أنا بقول ليت للعرب، يعني يريت إنه للعرب هذه السطوة، مع أن لديهم الإمكانات التي تؤهلهم لإحداث ذلك التأثير داخل الولايات المتحدة وعلى كل المستويات. يعني شوف هذا الموضوع يا ما نوقش فيه سنوات. طيب. خليني أقول كانت مشمشية مش مثل هالأيام. العرب مرت عليهم، خليني أقول شوف، الضعيف دائما عندما تأتي فرصة إذا ما استغلها كويس صعب يخلق لنفسه فرصة. بعد حرب أكتوبر 1973 أتيحت للعرب آنذاك مع أزمة البترول، مع الحرب التي كلفت إسرائيل خسائر كبيرة، تضامن عربي كبير، قوات من مختلف الدول العربية، من المغرب، من الكويت، من السعودية، أزمة البترول، العالم كلياته انتبه، أوروبا بدأت شيء بعيدا عن الولايات المتحدة اسمه الحوار العربي الأوروبي، تبادل التكنولوجيا بالمواد الخام. هذيك المرحلة 1974-1975 كانت فرصة كبيرة للعرب. صحيح. كيسنجر استعمل آنذاك تعبير، قالوا للفرنسيين، وكانت رسالته لبقية الأوروبيين، إنه إذا بتعتقدوا إنه بترول العرب مضمون يوصلكم بدوننا بتكونوا غلطانين. كيسنجر: إن اليد التي تمتد إلى بترول الشرق الأوسط تقطع. ولذلك الآن يعني زي ما بقولوا الوقت شوي متأخر. يا ريت تحصل معجزة. طب احنا رح تتأثر علاقتنا مع الأمريكان بمعنى من المعاني، اقصد على صعيدين، انا صعيد الموضوع السياسي والدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة. شوف احنا مرينا بتجارب معينة مع الولايات المتحدة وخلافات حصلت، يعني موضوع المصالحة، لكن ليس بهذا المستوى. ماشي موضوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، دولة غير عضو في شيء. إذا كانت الولايات المتحدة تريد يعني بعقلية يعني الكوبوي خليني أقول يعني الابتعاد عن أي منطق شايف والتجني، ممكن، لكن أشك في هذا لسبب. انسحاب الولايات المتحدة من القيام بأي دور وترك فراغ، تدرك الولايات المتحدة مخاطر. أصبحت هناك قناعة رغم كل ما قلت سابقا على موضوع الكونغرس، لا خاصة كثير من أعضاء الكونغرس حقيقة
يعني مثل ما شفت أنا في مقال جيمس زغبي بيحكي فيه عن أعضاء يتم انتخابهم، بيقول إجاته شوية مصاري، راهن بالعقارات، كسب مصاري، رشح نفسه، إجا مين دعمه، صار عضو كونغرس. فلا عارف الدنيا ولا عارف. لكن بالمقابل لا، هناك أعضاء في مجلس الشيوخ والكونغرس حتى إذا كانوا منحازين لإسرائيل لكن بيعرفوا بعض الحقائق، أهمها أن القضية الفلسطينية قضية في وجدان كل عربي وكل مسلم وكل إنسان حر في هذا العالم. وما يجري في أوروبا الآن من نقاشات بما في ذلك اليمين الأوروبي في البرلمان الأوروبي، أنا بعتقد الرسالة، العلاقات الأمريكية الأوروبية علاقات متشابكة جدا. وحتى الآن صحيح أنه طلع رئيس أمريكي من أصول إفريقية، لكن لا زال القرار السياسي والاقتصادي وغيره في الولايات المتحدة هو قرار من هو من أصول أوروبية في أمريكا. والتأثير الثقافي كبير ما بين ضفتي الأطلسي. صحيح. يعني مش صحيح. لن تستطيع الإدارة الأمريكية، لن تستطيع لا هذه ولا أي إدارة قادمة إن تيجي تقول يعني الفلسطينيين بهذا القرار غلطوا وابتعدوا وبالتالي إحنا سنأخذ موقف معادي منهم. أنا لا أعتقد هذا، أرغب أنه قد تمر يعني أيام يكون فيها نوع من يعني الأخذ والرد، لكن في النهاية لا بديل عن علاقات مع الجانب الفلسطيني. ولهذا دائما الولايات المتحدة عندما يجري الحديث حول موضوع السلطة، بقاء السلطة، عدم بقاء السلطة، دائما بنلاقي انه في موقف امريكي متمسك بهذا، متمسك بقصة حل الدولتين، ما فيش تراجع، ما فيش جهد لتحقيق ذلك، لكن هذه اصبحت مبادئ ثابتة لديه. طيب اليوم البرلمان الأوروبي صدق بأغلبية الأعضاء على قرار يعبر فيه عن دعمه المبدئي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وكذا حل الدولتين. اليوم نشوف أن التوجه الفلسطيني نحو مجلس الأمن أثار هذا الكم الهائل من الجدل على مستوى المنظومة الأوروبية، على مستوى الدول الأوروبية، ولمسنا ذلك أولا من خلال الاعترافات المتتالية للبرلمانات الأوروبية في الآونة الأخيرة، والجدل الآن الذي الجدل الإيجابي دعني أقول المؤيد الذي يعني تشهد الساحة الأوروبية على مستوى برلمانات وعلى مستوى بعض الرسميين. طيب تفاعل الحراك الفلسطيني في مجلس الأمن أثار كل هذا الضجيج الإيجابي في أوروبا، هذا الأمر يعني إلى ماذا يشير؟ يعني أول شيء فعلا يعني شوف هذا تراكم، يعني ما نراه الآن صحيح. هو تراكم صحيح. صحيح. يعني قرارات الأوروبيين بشأن مقاطعة أنتاج المستوطنات صحيح. وصولا لمن يعمل في المستوطنات وصولا كلياتها كانت خطوات شيء صحيح. وإذا بدنا نرجع لأكثر من هيك فينا نرجع لسنة 1980-81 مع إعلان البندقية آنذاك اللي لأول مرة بيعترف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بيذكر لأول مرة منظمة التحرير الفلسطينية. هذا كلياته سببه هذا الاحتلال البغيض، الاحتلال الاستيطاني اللي يعني من العالم انتهى، انتهى من العالم، مش بس انتهى من العالم، بدأت تعتذر دول عديدة عما قامت به من استعمار أقل بشاعة من الاستعمار الإسرائيلي صحيح. ولذلك كيف ممكن الآن تصور أنه في بلد بيعتبر نفسه ديمقراطي، لأنه دائما إسرائيل كانت تقدم نفسها إن جزء من الحضارة الأوروبية، جزء من القيم الديمقراطية، في نفس الوقت لا توجد دولة قوانينها عنصرية مثل ما هي دولة يعني إسرائيل. هذه القيم فقدت مسوغاتها الأخلاقية بمجرد يعني كل ما تمارسه إسرائيل بالضبط. من قتل وتهويل وقوانين يعني عندهم قانون بقول لك إذا واحد تزوجت إذا يهودية
جوزها بياخذ الجنسيه. اذا مش يهود يعني هذا بعدين نقل سكان الى اراضي محتله بموجب القانون الدولي جرائم حرب. طيب اي واحد بيجي الان اي واحد بيجي بيشوف الضفه الغربيه وبيشوف كل هذه المستوطنات، كل مستوطنه كل مستوطن جريمه حرب. لذلك وصلت اوروبا الى مرحله والقرب الجغرافي عامل مهم طبعا اكيد، وصلت اوروبا الى مرحله ما عادش في اي امكانيه لاستمرار المواقف السابقه. بالاضافه الى انه العالم الثالث كان دائما واقف الى جانبك باعتباره عانى من الاستعمار بحس بمعاناتك. بقيت الولايات المتحده الامريكيه، يعني اذا بنلاحظ احنا الولايات المتحده وبعدين طلعت لنا انا بعتقد بسبب الحكومه الحاليه اللي موجوده في كندا، يعني في انحياز معين. صحيح. اوكي في ترابط كان دائما بالسياسه الامريكيه الكنديه، لكن الولايات المتحده هي التي كانت تعزل نفسها دائما في الدفاع عن اسرائيل. من يضعف الولايات المتحده على المستوى الدولي بما في ذلك اطار المنظمات الدوليه هو دفاع عن اسرائيل. يعني الان في اجتماع جنيف الدول المتعاقده على اتفاقيه جنيف، فقط الولايات المتحده الامريكيه اللي تقاطع الاجتماع. ليش؟ لانه بده يبحث موضوع لو اعتقد كندا كمان وكندا يعني عرفت كيف؟ طيب يعني بالمنطق هيك لما واحد بيلاقي نفسه معزول اول مره وثاني مره وثالث مره وعشر مره وخمس، يعني انسحبوا من اليونسكو، طيب بكره صارت فلسطين عضو في منظمه الصحه العالميه لنفترض، رغم انه يعني موقف الرئيس واضح جدا نريد ان نتجنب يعني الدخول في منظمه ممكن انه قطع المساعدات عنها يؤذي العالم الثالث. يعني هون في اذكر لك شغلي قد تكون يعني بان كيمون كان متخوف من انه اذا قبلت فلسطين عضو في الجمعيه العامه ضد الولايات المتحده الامريكيه فقد تقطع الولايات المتحده الامريكيه تمويل الامم المتحده. فانه منين بدي ادبر حالي؟ قالوا بصير انا وياه نبحث منين بدنا ندبر. يعني هل يمكن ان تصل الولايات المتحده الى مرحله تجد نفسها مره ولا مره وكل بكل منظمه ورا منظمه دائما معزوله فقط بسبب هذا الدفاع اللا عادل عن السياسات الاسرائيليه؟ الاوروبيين خرجوا من هذه الدائرة تماما. ولذلك محاولات سيد جون كيري مع الفرنسيين ومع الأوروبيين بمعنى أنه لا داعي لموضوع مجلس الأمن قابلها البيان الذي صدر أنه لا الفرنسيين مستمرين بالعمل مع الجانب الفلسطيني والعربي من أجل التقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن. إذن هناك من يقول لا داعي لمجلس الأمن الموقف الأمريكي، وهناك موقف أوروبي حتى إذا كنت أنت غير متفق على نقطة أو فاصلة أو عبارة أو يقول لا التوجه إلى مجلس الأمن صحيح. اليوم نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم تقول انه الولايات المتحده الامريكيه تجد نفسها في موقف صعب بين تنامي الضغوط الاوروبيه من اجل الدفع نحو اقرار السلام في الشرق الاوسط من جهه، وبين دعم واشنطن التقليدي لاسرائيل التي تخوض اليوم يعني خضم حمله انتخابيه محمومه وترفض تقديم تنازلات احاديه الجانب كما تقول الصحيفه من جهه اخرى. يعني الموقف الاوروبي من اسرائيل اختبار للدبلوماسيه الامريكيه، هذا العنوان الذي وضعته اليوم من نيويورك تايمز. صحيح، هذا كلام صحيح. ولذلك الولايات المتحده اكثر حليف بتساعده بالعالم هو اكثر حليف بضعفها في العالم. عزله الولايات المتحده بسبب الانحياز لإسرائيل. طيب إذن ليس لنا أن نفترض
يعني على أن نستبق يعني كل شيء ونفترض انه الولايات المتحده ستذهب الى يعني فرض عقوبات علينا، وقف الدعم المالي ووقف الدعم السياسي او على الاقل فيما خص موضوع رعاياتها لعمليه السلام، وان كان هذه الرعايه يعني واضح انها منحازه لاسرائيل. يعني خلينا مثل ما قلت لك، يعني يعني هذا موضوع سبق ومرينا بمراحل بتجارب سابق لأوان الحديث، لكن طالما أن الأمر يتعلق بحقوقك فموقف الرئيس أبو مازن واضح أنه لا تراجع. مثل ما قلت لك بالإمكان أن تكون هناك مرونة في التكتيك، مرونة في الحركة، مرونة، لكن على صعيد الثوابت الوطنية والحقوق لا مجال في هذا. الذهاب إلى مجلس الأمن لا يتناقض إطلاقا مع موضوع المفاوضات. الأمريكان بيحكوا عن مفاوضات، احنا بنقول لهم ما هو التناقض بين إنه مجلس الأمن يثبت أن هذه الأرض التي ستقام على أن تقولوا حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الذي وقع عام 67، خلينا نصيغ تصريحاتكم بمشروع قرار بتوافقوا؟ بس تصريحاتكم، مواقف الرئيس بوش ومواقف الرئيس، مشان ما نرجع للرئيس كلينتون، ناخذ كلينتون بوش الابن واوباما تصريحاتهم نحطها بمشروع قرار. الاستيطان غير شرعي بما في ذلك القدس الشرقيه، صح. حل الدولتين، انهاء الاحتلال الذي وقع عام 67، نصيغ هذا كلياته، جدول زمني، كل هذه الأمور نحطها، بتصوتوا عليها؟ أنا شخصيا لا أعتقد ذلك. بالضبط، عرفت كيف؟ من هون طب يعني ليش بتطلبوا مني إنه ما أذهب إلى مجلس الأمن بعد ما تجاوبت مع اقتراحاتكم، سميتونا المفاوضات، اخترعتونا أسماء، هذه اللي سموها التقريبية بروكسيميتي توكس، قبلنا بروكسيميتي توكس وقبلنا بتوكس وقبلنا، وكل هذه المرحلة أعطينا منتهى المرونة والإيجابية، وأنتم يا إدارة أمريكية وصلتم إلى مرحلة تقولوا أنه هناك عقبة اسمها الاستيطان، وهناك عقبة أخرى عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بما اتفق عليه مع الإدارة الأمريكية بشأن إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى. طب إذا أنتوا يا ولايات متحدة لم تفعلوا شيء أمام التزام إسرائيل نحوكم، إيش بتتوقعوا من الجانب الفلسطيني يعمل؟ هون عاد بتبدأ، هل هذا مبرر ان الولايات المتحدة بكرة تقول ان الفلسطينيين هم اللي افشلوا كل شيء؟ يعني كانت السفينة ماشي والامور ممتازة، اجوا الفلسطينيين، هذا بصير تجني، صح. وهذا التجني لن يؤدي الى حل، بالعكس رح يزيد الاوضاع تدهورا وعدم استقرار. واللي حاولوا يراهنوا على تهميش القضية الفلسطينية، لانه لاحظ في المرحلة الاخيرة كان يجرى الحديث عن داعش وهناك أخطار كبيرة، وكل مرة يقولوا له لنتنياهو إنه لابد من إيجاد حل، كان يقول لهم شغلين حالكم بهون، روحوا اشغلوا حالكم بما يجري بسوريا والعراق، يعني وكأنه الموضوع الفلسطيني لا. ثبت الآن من هذه اللقاءات التي تمت وتتم، كل قادة الدول الكبرى خلال 48 ساعة الأخيرة كانوا مجتمعين من أجل هذا الموضوع، صحيح. روسيا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، من أجل هذا الموضوع. طيب بدي أستفيد مما تبقى لي من وقت و يعني نشوف كم الجدل اللي أحدث هذا التوجه أيضا داخل إسرائيل ومضامين هذا الجدل. اليوم نتنياهو قال الأوروبيون منافقون ولم يتعلموا شيئا من المحرقة النازية، هذا الاتكاء على مقولة المحرقة لتسويق سياسات هدفها إحباط التوجه الفلسطيني بالدرجة. لكن كيف ترقب الجدل الآن الذي تشهد إسرائيل اليوم أمس أول أمس، ويعني وكأنه اليوم في وسائل الإعلام بدأت تهاجم
بعض الكتاب والصحفيين بدأوا يهاجموا سياسات نتنياهو. بدأنا نستمع إلى حد ما إلى يعني في صوت المنطق الذي خفت طيلة السنوات الفائتة التي يعني تربع فيها نتنياهو على سدة الحكومة في إسرائيل. تلاشى صوت المنطق، تلاشى صوت اليسار، تلاشى صوت الاعتدال. الآن وكأن هذا الحراك الفلسطيني خلق متنفس لهذا الصوت لكي يعلو، ولمسنا في الأيام الأخيرة أن ثمة صوت يعلو، صوت اعتدال، وإن كان ليس بالمستوى المطلوب لكنه بدأ في أصوات، بدأ في ناس تقول لنتنياهو أنت أوديتنا، أوديت بنا إلى هذه العزلة، أنت تريد أن تطيح بمشروعنا، أنت إلى آخره. كيف ترقب كل هذا الجدل؟ شوف، هذا الصوت يجب أن يرتفع وأن يصبح صوت رسمي وجزء من المعركة الانتخابية في إسرائيل. يعني اتفاق حزب العمل ليفني ما أعلنوه ركز على الموضوع الاقتصادي والاجتماعي، وحاولوا تقريبا يهمشوا موضوع عملية السلام والاستيطان وكذا. الآن أمامهم فرصة إذا كانوا فعلا جادين بالبحث عن بديل لنتنياهو ولليمين المتطرف في إسرائيل، بأن يربطوا ما بين الاحتلال والأزمات الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة في إسرائيل، مش يهمشوا موضوع عملية السلام وموضوع الاحتلال. إذا عملوا هذا بيكونوا برضو عم بيتجاوبوا مع الموقف الموجود في العالم. المعلقين الإسرائيليين أكثر جرأة حتى الآن من القيادات السياسية، يعني خلينا نستثني ميرتس والنواب العرب وما يتحدثوا فيه، أنا بحكي عن حزب العمل وليفني اللي وحتى حزب هناك مستقبل يعني أيضا هناك يعني مستقبل لأنه يعتبر من يسار الوسط، بس يعني على الأقل حزب العمل ليفني الآن استطلاعات رأي بتقول ربما يجيبوا أغلبية. هذه الأغلبية إذا جاءت بناء على برنامج يضع عملية السلام وإنهاء الاحتلال على رأس جدول أعمالهم، لا ممكن أن يكون لذلك صدى وتأثير متبادل، تأثير على صناع القرار بما في ذلك في الولايات المتحدة، تقوية لهم داخل إسرائيل، المجتمع الإسرائيلي مجتمع حساس تجاه ما يجري في أوروبا، وكلام نتنياهو هو محاولة المس ببعض المشاعر الموجودة لدى قسم من اليهود في إسرائيل من أصول أوروبية، قسم منهم دائما التذكير بالمحرقة بالمحرقة بالمحرقة. سبق لشالوميت ألوني من سنوات قالت بكفي استغلال موضوع المحرقة إلى هذه الدرجة، بكفي. هناك قسم آخر الذي يسعى إلى استعادة جنسياته، يعني أنت بتلاقي واحد جده كان أصله بولندي، تغير الوضع في بولندا، ما عادش في نظام شيوعي، ما عدا رجع يستعيد جنسيته اللي كانت لجده. إذن في هذا التواصل والتأطر مع أوروبا. ما يجري في أوروبا لا يؤثر على المزاج العام بالنسبة لليهود الغربيين الأشكناز. موقف حزب العمل وليفني ممكن أنه يكون عامل هام لإحداث تغيير في توجهات ومزاج الرأي العام في إسرائيل باتجاه الربط ما بين عملية السلام والأزمة الاقتصادية. لأنه في كتير ناس من الكتاب الإسرائيليين بقولوا سكان تل أبيب اللي ما بيجوا على الضفة الغربية بيعرفوش إيش الاستيطان، والجيش الإسرائيلي أنت بتعرف على مدخل كل مدينة فلسطينية هذه منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية، نحذر أي مواطن فلسطيني يدخلها. إسرائيلي أي مواطن إسرائيلي يدخلها. وفي قسم من الإسرائيليين أنا شفت بعضهم بتقول له برام الله، بقول لك أنا زمان كنت آجي بس ما عدتش آجي، ليش؟ بخاف. خالقين هذه حالة الرعب على معسكر. إذا كان هذا حزب العمل ليفني بدهم يسموا حالهم معسكر السلام، عليهم الآن أن يبدأوا بالتجاوب مع ما يجري من تحركات في العالم وبشكل خاص في أوروبا. طيب
نقطة أخيرة في الدقائق المتبقية ليست ذي صلة بالموضوع لكن بصراحة أثارت فضولي وحابب يعني مجرد سؤال بسيط، قرار المحكمة الأوروبية فيما خص حركة حماس. شوف إحنا خليني أقول لك هذا الموضوع، وأنا كنت آنذاك في إيطاليا سفير في إيطاليا، إحنا بذلنا جهود كبيرة في هذاك الوقت لإقناع الأوروبيين أن هذا قرار خطأ الموقف الرسمي الفلسطيني، وبعتقد أنه الرئيس أبو مازن في كل مناسبة كان دائما يكرر صح. حماس جزء من الشعب الفلسطيني، حركة جزء من الشعب الفلسطيني، وهناك فرق بين أن تكون هناك أمور يمكن أن تنتقد عليها حماس أو ينتقد عليها أي شخص وبين أن تصنف حماس كمنظمة إرهابية. لذلك هذا موقف يلقى كل ترحيب من جانبنا. يجب التمييز ما بين من حيث المبدأ كمبدأ بين من هو خاضع للاحتلال ويقاومه. كل حركات المقاومة عبر التاريخ ربما لجأت إلى أساليب بسبب أنها الطرف الأضعف، يمكن أن يقال عنها أنه أساليب فيها تجاوز لحقوق الإنسان وغير ذلك، إنما ما هو السبب؟ السبب الأساسي أن هناك احتلالا، وطالما أن هناك احتلال المقاومة مشروعة. صحيح أن المقاومة ليست شكل واحد، لكن لا يجوز أنه يختصر كل الموضوع ويتم التركيز على أنه الإرهاب وإرهابي، لأنه أصبح موضوع الإرهاب وكأنه على المستوى العالمي عمليات تجريم دون مراعاة. وقرار المحكمة الأوروبية أشار لهذا، قال عندما اتخذ القرار لم يؤخذ بعين الاعتبار كثير من التفاصيل المتعلقة، وتم الاعتماد على حديث الصحافة والمواقع الإلكترونية. على أي حال صحيح. الموقف الرسمي الفلسطيني كان منذ أن بدأت أوروبا تبحث في هذا الموضوع وقبل اتخاذ القرار وبعد اتخاذ القرار كان دائما حديثنا واحد، وهو أنه لا مبرر وخطأ أن توضع حماس على قائمة الإرهاب، ولذلك أن يرفع اسم حماس من قائمة الإرهاب. نرجو أن يكون أيضا رسالة لقيادة حركة حماس، لأنه هذا مهم مهم جدا، مهم القرار لكن مهم أيضا ما يعقب ذلك. ما يعقب ذلك نرجو أن يكون اندماج حماس في المشروع الوطني وفي البرنامج السياسي للقيادة الفلسطينية، لأنه على قيادة حماس أن تدرك الآن أنه وين هي المعركة الحقيقية التي يخوضها الشعب الفلسطيني، مش أنه بإطلاق صواريخ أو لا، كيف تستطيع أن تستعيد الأرض؟ إيش هو ما هو الأسلوب النضالي؟ ما هو الكفاح الذي تستطيع من خلاله أن تكسب العالم وتعيده؟ ربما وأرجو يعني خير شاهد سياسات الرئيس أبو مازن. بالضبط يعني خير شاهد سياساتهم إيش أدت للوضع في غزة، والسياسات التي ينتهجها الرئيس أبو مازن، واللي رغم كل العالم كله الآن مشغول بقضيته رغم هذه السياسة العاقلة المتزنة المسؤولة. ربما يكون رفع اسمهم من القائمين، نرجو ذلك، فرصة من أجل فعلا السعي إلى مصالحة حقيقية وإنهاء الانقسام، وأن ينخرطوا بالعمل السياسي الفلسطيني الجاد، مؤمنين بأن مصلحة الفلسطينيين أن تكون هناك سياسة واحدة وأن يكون هناك سلاح شرعي واحد. هذا سيساعد أيضا في إعادة إعمار قطاع غزة. نربط الأمور كلها في بعضها بنلاقي إنه هناك متغيرات الآن. إذا كلنا كفلسطينيين عرفنا كيف نعمل معا ونستفيد منها، أنا بعتقد هذا بقربنا أكثر من تحقيق أهداف. شكرا جزيلا لك سيد دمر حماد المستشار السياسي للسيد الرئيس محمود عباس، كنت ضيفي في حال السياسة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، لنا لقاء يجمعنا في قادم الأيام. حتى ذلك الحين لكم محبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.